مستقبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنوان ندوة أكاديمية لطلبة جامعة الكويت أقامتها كلية العلوم الإدارية، استمعوا فيها لشرح تفصيلي من جهات حكومية لدعم مشاريع الشباب في سوق العمل. تتضمن 41% مشروع تجاري، تكلمنا على نسبة 100%، و40% مشروع خدمي، و12% صناعي. وهذا الصراحة الأرقام لازم تتعدل يعني شوية، يعني إحنا المشروع التجاري يعني إحنا ما نبي مثل ما يسمونه الكيك الكب، وهذا إحنا المفروض نبتعد عنه ونكون إحنا حريصين عليه وندور على، إحنا ما نقول هذا مهمين، لكن إحنا ما يكونون هم المشاريع التجارية العالية. ف41% من المشروع التجاري، 40 خدمي، 12% صناعي، لاحظوا النسب شلون بدأت تتدنى، 5% حرفي، 2 زراعي. واحنا دائما نقول البلد الذي لا ياكل من زرعه عنده مشكله، فاحنا عندنا مشكله حتى، وما نقول احنا والموضوع هو موضوع هو يعني امانه التنظيم او المنظومه كلها الزراعيه تحتاج لها اعاده نظر. لذلك احنا بالاضافه الى 350 مشروعات صغيره مسجله في السجل الوطني وليست مموله من الصندوق. ويتبنى الصندوق الوطني لدعم المشاريع تمويل الأنشطة الشبابية التجارية، وكان للصندوق دعوة للشباب في تبني مشاريع وآلية تنفيذها تحت مظلته. وصلنا لمرحلة اليوم عندكم أنتم صندوق ويتبناكم ويتبنى أفكاركم. الشروط ترى جدا سهلة، تدخلون على موقع الصندوق الرسمي، احنا عندنا التحول الرقمي بالكامل، ممكن تعد دراسة الجدوى وتقدم على نوع المشروع اللي انت تبيه والتمويل. ولكن انا دائما انصح اي مبادر او اي طالب لما تفكر بمستقبلك، مو بمجرد ان تشوف فكرتك هي الصح، ادرسها عدل، شوف المعايير اللي موجوده، شوف الريشيوز، شوف التسويق، شوف اللي قاعد يعاني الاقتصاد. الندوة محاضروها قدموا للطلبة خارطة طريق لآلية العمل في سوق المال والأعمال والتوجه نحو القطاع الخاص. أن الطلبة يهتموا في مستقبلهم، أنا عندي قناعة كبيرة أن اليوم المستقبل في سوق العمل يكاد يكون مجهول وغير مضمون إذا كان فقط التوجه للقطاع الحكومي. اليوم القطاع الحكومي متشبع في العمالة الوطنية، نسبة العمالة الوطنية تقريبا فوق حوالي 90%، وأنا أعتقد لازم يفكرون في البديل. البديل عندك قطاع خاص أو سوق العمل الحر أو القطاع العمل الحر، التجارة، البزنس، ريادة الأعمال. احنا كصندوق وطني وكل حقيقة الذين يعرفون الأرقام، النصيحة الأولى أن يتوجهوا إلى المستقبل المضمون، والمستقبل المضمون في البزنس وريادة الأعمال. ويبلغ عدد المشاريع التي تنمو تحت مظلة الصندوق بسواعد شبابية لمختلف الأنشطة الاقتصادية 1420 نشاطا تجاريا. أحمد المسعودي لتلفزيون المجلس.